وأذكى وأقوى والحشو لمن يستحق بمساعدتي وزعيري معا الهبول نفترق. فكرته أعجبتني وأنا كنت أقوى الأسود لكنه كان مخادع له ثعبان حقود. عندما قدت الحراس قال عندي ترياق للسم قال مسرت له أسير لكني فقدت صبري حطمتهما بالزهير توقعت المديح من الملك لمعاقبة الغطار لكن فسى اسماني سكار فتمنيت له الانهيار. بعدها اصبحت سكار عندما قدت الحراس خطة قتل مفاسة فشلت بضياع الزهير لكني نجحت في هذا وكان نجاحي كبير. ولولا سمبا لصرت ملكا عظيم الشأن قد أعلى عزكم تقب من سمبا وكايون Yeah.